الاستقالة تمحي كل هذه كل ما جاء من أجله دكتور عبد الله حمدوك، والعودة إلى نقطة 25 أكتوبر تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية للمرة الثانية للسادة المشاهدين الكرام. التداعيات استغالت عبد الله حمدوك على المشهد. التداعيات هي أن المحافظون على هذه الأوضاع الذين يريدون أن الأوضاع تسير دون إحداث أي تغييرات حقيقية في المشهد السوداني، أي يعني زي ما يقولوا شنو، يخلوا الأوضاع زي ما هي واستقرار دون تغيير هذا، وهو قد رفضته الثورة منذ 19 ديسمبر 2019. إذا كان عبد الله حمدوك يعني يعول على أن استمراره في المشهد من أجل وضع استقرار الأوضاع على ما هي عليه الآن ودون إحداث تغييرات حقيقية في المشهد السياسي ودعم التحول والانتقال الديمقراطي، إذن أصبح هو مشاركا بطريقة أو بأخرى في عرقلة مستقبل السودان والسودانيين. قد أعتقد أن عبد الله حمدوك قد استخدم هذا التكتيك، وهو من يحيطون به من مكتب وغيره من الذين يعملون معه، التكتيك اتجاهين: الاتجاه الأول اتجاه الجماهير السودانية، والاتجاه الآخر اتجاه المجلس العسكري نفسه، باعتبار أن في اتجاه المجلس العسكري أنه قد وفر للمجلس العسكري شرعية ما، وعمل على تثبيت الأحداث وأصبح يمارس حياته. لكن هذا لم يحدث بالفعل، يعني توقع الكثيرين. نعم هو منبر، لكن حدث غير ذلك. أصبح الآن عبد الله حمدوك رئيسا لمجلس الوزراء، وأصبح يعيد إلغاء التعيينات التي أصدرها المجلس العسكري والبرهان بعد الأحداث. هذا التكتيك الأول، هو يريد أن يكسب مساحات في اتخاذ القرار من المجلس العسكري، صلاحيات تنفيذية أعلى. التكتيك الآخر هو تجاه الجماهير السودانية التي يعني ظلت تعاني الأمرين من القتل وعمليات النهب في الشوارع وغيره، باعتبار أن أي خروج لي من المشهد سيعيد الأحداث إلى ما بعد 25 أكتوبر. لكن السؤال هنا، هل جماهير الشعب السوداني هل هو غمة طموحها أن تعود الأوضاع كما كانت؟ لا، إذا كانت كده كان صبرت على البشير لكي إثبات الأوضاع الموجودة واستقرار وخدمات واستبداد. لكن طالما أن جماهير الشعب السوداني ما زالت متمسكة بخيارات التغيير كاملة وبالحرية والديمقراطية والانتقال الديمقراطي والتحول إلى دولة حقيقية، وخروج كل الميليشيات والجهات العسكرية والاستبدادية من المشهد السياسي والمدنية بالكامل، يعني ذلك أن استقالة عبد الله حمدوك قد لا تحدث أي تغيير فيما يخص الشارع السوداني.